وأما السؤال الثاني شيخنا عن سبيل الخلاص من الشهوات لمن ابتلي بها خاصة في زماننا هذا وما تعلق بفتنة النساء وما شابه ذلك. نعم شيخنا، سبيل الخلاص من شهوة النساء. بالنسبة للشهوات هي جند من جنود الشيطان، والشيطان أعظم جنوده جندان، الشبهات والشهوات. فالشبهات قوان الله عليها بجند وهو اليقين، والشهوات قوان الله عليها بجند وهو الصبر. وإذا جمع الإنسان بين الصبر واليقين نال الإمامة في الدين، كما قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. ومن الصبر الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وإلا فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. فلذلك يستعين الإنسان على الشهوة بالصيام والصبر والغض، غض البصر عن ما حرم الله عليه. لعل هذا من أقوى الأسباب. نعم. أن يبتعد عن حتى عن الهواتف الذكية وما فيها من أشياء. نعم.